نرجع مرة ثانية الحين للتلفزيون، نطلع من السينما نرجع مرة ثانية للتلفزيون. كلامك اللي ذكرته في كتابك، في مطلع السبعينات بدأنا التحرر من هذه الشدة. في سنة 72 عمت إلى إزالة محاذير بعينها، وكان لهذا التوجه أثر مباشر في تطهير العقول. أبيك تعيشني جو تلفزيون الكويت أكثر. نعم. في ظل هذه الموانع اللي كانت موجودة. وفي أكثر من شيء تثقفت فيه وصدقت بأنه هكذا يجب أن يكون عليه التلفزيون لما كنت في أمريكا. جيت وأنا مؤمن بأن يجب أن يتحرر تلفزيون الكويت من الرقابة الشديدة، اللي هي على فكرة والله وأقولها بأمانة لم تملأ علينا ولا هي مكتوبة، لكن الحذر من عندنا خوف لا نزعل أحد. كلمني على هالمحاذير اللي كانت موجودة. هذه المحاذير كنا احنا نجتهد بأنه لا تزعلون، إذن شيلوا الكنيسة، لا يطلع قسيس وكنيسة. هذه منكم كانت الاجتهاد؟ من عندنا، لم يكن شيء نؤمر فيه ولا هو مكتوب، من عندنا. ما في أحد من الإخوان الشيعة من الأئمة مالتهم أي في عاشوراء يلقي كلمة. هذه المحاذير اللي كانت موجودة أنت تقول كانت موجودة كقيود، أنتوا فرضتوها أساساً على التلفزيون. إحنا إيه؟ فالرقابة خلينا نقول تشكلت الرقابة في الإعلام الحكومي. ما قبل أنت الحكومي. أنت تعتبر أنا أعتبر حكومي كموظف. أنت تعتبر أحد عرابين رسم الخطوط الحمراء في الإعلام. عادل. فمن اللي خذ قرار ان نبي نقص الكنيسة، ما نبي نطلع العلماء الشيعة في التلفزيون؟ الجو العام اللي الاجتماعي ومجلس الأمة بعض الأعضاء بضغوطهم باتصالاتهم بتخوفهم بترددهم، هذا هو اللي عارف. بترددهم ولا بخوفكم انتوا وترددهم انتوا اللي كنتوا تستجيبون في النهاية؟ احنا خوفنا. ماكو اكو تعليمات من فوق علي؟ لا والله لم يكن. انتوا تتحملون المسؤولية يعني؟ نعم نعم، نحن مسؤولين عن هذه الفترة. طيب دام احنا في فترة السبعينات، تلفزيون الكويت اللي انت كنت ماسكه تعرض الى سيل من الانتقادات المستمرة من قبل مجلة المجتمع. طبعا انا راح احط لك بعض الاستشهادات وابي تعليقك على بعض الاحداث اللي صارت. يعني على سبيل المثال في ابريل 72 تلفزيون الكويت من أين يستمد صلاحياته وتوجهه؟ البرامج المنحلة تقتل روح الإنسان، التلفزيون يعرض أفلام التحريض على الفساد علانية. ما سبب هذا الإصرار على البرامج المنحلة حين تصطدم قناعة موظف برأي السلطة التنفيذية فأن هذا الموظف يقدم استقالته؟ بقاء الموظف في مركزه يعني تحدي سافر للسلطة التنفيذية. كل الإشارات كانت إلى محمد السرعوسي، فساد وانحلال في تلفزيون الكويت. نعم. المقالات هذه كلها عندي هنا بالمكتبة هذه، أحتفظ في كل شيء. إيه أنا بتقول لي عن كواليس أولاً بالسنعوسي وتلفزيون الكويت ومجلة المجتمع. هم يبحثون عن دالة، والقرض منها هو إحراج الدولة والحكومة بالذات وإيجاد الأخطاء بأي صورة وبأي شكل. وتلفزيون الكويت كان هو الشائع في كل البيوت، وهو البابيلر المشهور المعروف، فكان ضالتهم بأن يمسكون شيء. كثير من ما كتبوه والتهم اللي قيلت ليس لها حقيقة، لا يوجد لها دليل حقيقي باللي قالوه. فهؤلاء يتهمون أي شيء في سبيل قاية، هدف عندهم تكتيك. لا بس انت قلت يعني ان انتم فعلا يعني موضوع الرقابه كنت تنفتح، وما اكو شغلات كنت تخليها، مشاهد الرقص غير مشاهد الرقص لها زمان. فتره الاخيره من السبعين، قول او قبل حتى السبعين، كنا نشيل الرقص لأن كان في ضغوط شديدة
على وزارة الإعلام وعلينا بأن ما في داعي للرقص الشرقي الفاضح. كانت أنت لو تفتك الأفلام الكلاسيكية القديمة جدا تلاقي فيها رقص كثير. إيه بس أنت هذا الموضوع أيضا كان مستمر حتى في فترة السبعينات وطارق، يعني هذا على سبيل المثال في فيلم اسمه حادثة شرف. حادثة شرف حطوا صورتك مجلة المجتمع. عادي صوري دايما. وطرشوا كتاب استنكار في يناير 73 حق وكيل وزارة. وانت رديت على هذا الكتاب، يعني انت رديت عليهم وردك كان مبادرتكم الكريمة، انت تخاطب الحين مجلة المجتمع، مبادرتكم الكريمة في ابداء ملاحظاتكم اننا نقوم عادة باستبعاد المشاهد المثيرة او تخفيفها الى الحد الادنى، قمنا بمنع عرض مئات من الافلام لانها تخدش الحياة وتنافي العادات، مكررين الشكر لكم على ملاحظاتكم التي نرجو ان لا تبخلوا علينا بها دائما. مؤدب، اشتبيعوا تقول له فيه استهداف وعارفة واضح. وربعي وقعدوا وياهم. شنو يعني ربعي وقعدوا؟ يعني اقعدوا كثير من اللي ينتقد في هذه المجلة. مثل منه؟ ابي اعرف اسماء كلهم الحين الموجودين من جمعية الإصلاح كلهم. منو اللي كان ينتقدونك؟ منو اللي كان يكلمونك؟ اللي ينتقدوني كان الرجل، في اثنين متطوعين بانتقادي. الأول كان قطمة رحمة الله عليه، يشتغل في الرأي العام. عبد العزيز المساعيد عشان الانتخابات يحاول أن يدز الفرق الشعبية اللي في منطقة الدعية للتسجيل علشان الانتخابات يكسب فيهم أصوات. فأنا أحيانا أقول ما في مجال الآن، ما نقدر نسجل. يتصل فيني قطمة بعده، وطارق أقرأ بكرة هشتمك. هو يقول لك إيه؟ نعم، هو يقول لك أنا راح أشتمك. إيه، وهو يشتغل صحفي رئيس تحرير النهضة. يقول المساعيد يقول له كذي. لا حقا أتكلم على المجتمع الحين، مو زين. المجتمع فيه أحمد منصور اللي الآن يعمل في الجزيرة، هذا كان سكرتير تحرير المجتمع، متخصص، يعني يكتب لما يقال له عندك إياه وهكذا. لا بس يمكن فعلا أنتوا كنتوا تمررون بعض المشاهد اللي كانت تصير من أفلام بطارق. على العكس تماما. زين طيب أنا الحين ذكرت لك بعض الأسماء. شوف نسبة المفروض من الأفلام والبرامج، شوفها في كتابك كم النسبة، ليش نرفضها؟ طيب احنا الحين ذكرنا موضوع مجلة المجتمع، وانت تقول مجلة المجتمع. المجتمع تخصصت، مبسوطين اعضاء مجلس الامه هم لهم وسيله في احراج الدوله. ما انا كنت ابي اقول لك اعضاء مجلس الامه، وانا جايب لك اسماء. هم ايه؟ بس انا جايب لك اسماء مش من لون واحد ولا من توجه واحد، من اكثر من طيف. ايش مثل وكلهم مجمعين على بين قوسين فساد تلفزيون الكويت في السبعينات، كلهم على خطأ. وللأسف الشديد ما أحب أنا أقول أكثر من أنهم يقصدون الحكومة أكثر من التلفزيون. خل أنا أستعرض بعدين أستوضح من كلامك أكثر. مثلا النائب سيد غنام الجمهور، وزارة الإعلام لعرض الأزياء، أما أفلام التهذيب لا نسمع عنها، الوزارة يجب أن تقدم التمثيليات الهادفة. شو اسمه؟ غنام الجمهور. الوزارة يجب أن تقدم التمثيليات الهادفة بدل من البرامج والدعايات التي تخدم مصلحة المعتدي. طيب النائب جاسم إسماعيل، برامج الإعلام سيئة للغاية، التلفزيون والإذاعة يشجعان على ارتكاب الجريمة. يا ساتر. النائب عبد اللطيف الكاظمي، إذا أردت أن أتكلم عن الإعلام في الكويت فأقول أن هذه مسخرة. النائب عبد الكريم الجحيدلي، التلفزيون وضع للتثقيف وليس للخلاعة ونشر الفوضى، وعدم التقيد بالأهداف السامية خرج عن مجال أعماله، ويجب وضع حد لاستهتار المسؤولين في التلفزيون. هذول كل اللي ذكرتهم لي يحتاجون إلى ثقافة. هؤلاء مشكوك حتى في قدراتهم وإمكانيات من يقولوا هذا الكلام. هذا الكلام منشور، هذا نشر الكلام في مجلة الحين، نشر في مجلة المجتمع هذا الكلام كله. أدري هذا، لأن هم يبون إشارة. مجلة مجلة المجتمع تمثل جمعية
معروف بتوجهاتها وبإحراج الدولة بكل شكل من الأشكال في التلفزيون وغير التلفزيون. أنت كنت تعطيهم المادة يقول لك هذا غير صحيح، لكن هم كلمة لما تعد الآن أنت أسماء. طيب هذا الأسامي كلهم هم ما لهم علاقة لا هم بالإخوان المسلمين، ما هم إخوان مسلمين ولا هم لهم علاقة مثلا في جمعية جمهور الشيابة حق عبد اللطيف الكاظمي الشيابة حق المجتمع ما عنده سالفة، لأن قد يكون هذا الكلام صحيح. لا ليش لا؟ لأني أنا مسؤول عن التلفزيون. أنت راح تدافع بطاقة أكيد. لا لا مو صحيح، عيب حرام. التلفزيون مو لهذا الدرجة، التلفزيون كان شباك إنارة تنوير وثقافة المجتمع جاء من التلفزيون. الحركة الفنية والثقافية والأدبية لم تنشأ وتنشط إلا مع التلفزيون. تلفزيون الكويت هجي أو صفها بهالصفات، ولما تقرأ لي الأسماء هم حسب كلام مجتمع أن أنت من خلال ما تبث من أفلام وأمور قاعد تستفزهم. أنا قاعد أقول لك إن هذا اللي أنت تسميه استفزاز اللي هم يسمونه واللي أنت نقلته لي بهتانا زورا وبهتانا. أنا أنقل لك وناقل الكفر ليس بكافر. لا كافر أنت. طيب ماشي. قلت لك هذا القصد منه والقرض منه إحراج الحكومة، خصوصا إذا كان أعضاء مجلس أمة. الأسلوب يبي يحرجون منه؟ تكلم بصراحة معك. الحكومة منه بالحكومة؟ رئيس الحكومة، وزير الإعلام، عندهم موقف مع الوزير. يا ابن الحلال هذا كلام مرسل عام. هذا كلام مرسل عام. ما في دليل. هذا كلام ممكن لما ندخل في التحليل السياسي يكون تحليل سياسي. هذا ما في دليل. وعندما أقول لك أنا إنه لا كنا نتجاوز إلى هذا الحد في النقد، نقدنا بهذا الأسلوب إنه ما في دليل، أنا أقول لك ما في دليل ولا في صحة. نحن كنا ملتزمين جدا وجميع البرامج الأخرى اللي قدمونها الإخوان، برامج السياسية والاجتماعية على طار البرامج السياسية. بس كان في مناظرة وايد مهمة صارت في فترة السبعينات. نعم، مناظرة العتيجي مع النيباري. كلمني عنها، لان هني هذه اول مره احنا نشوف عضو مجلس امه وزير ومناظره على التلفزيون. كان في اكثر من مناظره حضرها، يعني اللي اخذ العبء في الحديث في هذا الموضوع عبد الله، لكن كان احمد الخطيب موجود منيس، لكن كان حر الكلام. هم هذا تاثير امريكا. لما أمريكا جيت حسيت هناك إنه البرامج هذه لابد أن تناقش، لابد الناس تعرف. كان في حديث يدور في مجلس الأمة وفي أماكن أخرى حول موضوع تأميم النفط. طب ليش الناس ما تعرف الحقيقة؟ وليش ما يكون لها موقف؟ خلنا تقتنع بوجهة هذه النظر، وجهة نظر الحكومة، ولا ما تسمى بين قوسين ولو أنه لا يوجد المعارضة. فبدأ الحوار. بس أكيد أنت هني في بصفتك مدير التلفزيون أكيد أخذ ضوء أخضر على بيب النيباري. لا مو لون أخضر. أنا سألتي مختصرة جدا في هذه القضايا. أنا قلت حق الشيخ، كنت عنده الشيخ صباح، يعني واحد من أبناء الوزارة، قال لي بطارق ترى أكو ناس مو مقبول يطلعون على التلفزيون. تذكر من هذا الياك؟ والله نسيت. طيب ايه والله. طبعا يقصد هنا عبد الله النيباري ومجموعته اللي هم المعارضة. ايوه. طيب انا قلت خليني اروح اشوف، لانه حرام افقد انا وجهة النظر الاخرى هذه وفيها الحرية هذه. دخلت عليه على الشيخ صباح. على الشيخ صباح طول العمر فيه لستة أو فيه قائمة بأسماء ممنوع طلعهم على التلفزيون؟ قال ينيت. قلت له بس مشكور. وقلت له الأسامي النيباري الخطيب المجموعة هذه؟ والله ما دار حديث أكثر من هالكلمتين بس. فهمت أنه مو صحيح، يتبلون على الشيخ وهو مو صحيح. Thank you.
احنا لازلنا في فترة السبعينات. طيب في فترة السبعينات كان في عمل كان وراء عدة أشخاص، أبرزهم كان محمد السنعوسي. هذا العمل تمثل في فيلم سينمائي صداه يمكن إلى الآن مستمر، اللي هو فيلم الرسالة. أول شيء كلمني الفكرة متى، لأنه الفيلم طلع في سنة عرض في سنة 76، لكن التحضير للفيلم والتجهيز للفيلم استغرق عدة سنوات. من وين بدأت قصة الرسالة؟ طبعا الفكرة بحد ذاتها كان دائما، وأنا في الكويت قبل السفر لأمريكا كنت أتخيل دائما أن يجب أن يكون فيلم يستحق أن يعرض في كل أنحاء العالم عن السيرة النبوية وعن الإسلام بأسلوب سينمائي متطور في تكنيك وفي مجاميع وفي قدرات هائلة، ليقتنع كل مشاهد لهذا الفيلم بهذه الرسالة النبيلة. هذا مجرد كان حلم، لأنني لا أستطيع أن أنفذه كما هي الكويت لا تعمل في موضوع الإنتاج السينمائي واهتمام بالسينما، أو لن يصرفوا فلوس المجرد أن يصنعوا فيلم درامي محلي، حيكون مثل الأفلام الأخرى بسيط وساذج. في روحتي لأمريكا مع اهتمامي بالمركز الإسلامي وقت اللي كنت في كاليفورنيا، في كاليفورنيا الظروف صادفت أنه نفس الفكرة عند السيد مصطفى العقاد الله يرحمه. الفرق بيني وبينه أنه هو يقول كان فكرته أنه يعمل فيلم للأمريكان لغير المسلمين بتثقيفهم في الدين الإسلامي، وأنا يعني دوكومنتري يعني وثائقي بيسوي حسب فكرة، مش فيلم درامي. لا لا لا، ما كان الفكرة أساساً في هذا الموضوع. نعم، حسب فكرة وإمكانياته أنه يعمل حتى نصف ساعة فقط فيلم عن اللي هو يعني تثقيفي عن الإسلام. أنا قلت له لا، فاجتمعنا قمنا نبحث الموضوع. قلت له أنا كنت أحلم بأن يكون دراما، يكون فيلم في تمثيل في أداء في رواية تروي سيناريو حقيقي يصدق الإنسان. وقلت في نفس الوقت إن الفيلم ليس بالضرورة أن نثقف فيه الغير مسلم، المسلمين أنفسهم يحتاجون إلى التثقيف في دينهم الإسلامي، في هذه الرسالة، في مسيرة رسول الله. فاتفقنا على ذلك. فهو كان خايف أنه من وين نجيب الفلوس لإنتاج فيلم بهالضخامة اللي هو دراما عالمية. قلت له عندي كالعادة بق صدري وأقول عندي. تركت لوس أنجلوس وجيت الكويت. لحالك ولا يا مصطفى؟ بالبداية الحالية. طيب مرة ثانية مع مصطفى. خلنا في أول مرة. لما جيت من أقابل من أبتدي وياه، كان في إنسان أكون لكل تقدير واحترام، أعتقد له دور فعال ويستحق الثناء والشكر من كل أبناء الكويت، وهو عبد الرحمن العتيجي بو أنور. رحت له. هذا الحين احنا نفسه في نفس الفترة هذه اللي كنت أدرس فيها، والعقب ما تخرجت. لا لا، وأنا أدرس جيت للكويت مخصوص لنهاية الستينات. قاعد نتكلم هنا. نعم، في نهاية الستينات. إيه، في نهاية الستينات. طيب أنا الحين لازلت في لوس أنجلوس أدرس، بعد ما تخرجت كلمت عن الموضوع. تحمس الرجل حسن الحظ أنه كأني قاعد أحكي واحد يفكر في نفس الموضوع. فارتحت جدا إلى أنه تقبل حديثي عن هذا الموضوع. كنت أشرح لك كيف يجب أن يكون عليه، وقصة طويلة عريضة حدثت معاه، قعدت معاه جلسة أخرى. بس الحوار كله بينك وبينه؟ بس بيني وبينه فقط في البداية. وهو قعد جلس ويا الشيخ رحمة الله عليه جابر الأحمد،
وتحدثوا في نفس الموضوع وهم تم الموافقة من قبله، لكن ما تحدثوا أو ما اتفقنا على التفاصيل شلون من حيث المبدأ. احنا موافقين، احنا موافقين. هو بنفسه تبنى الموضوع ان احنا نؤسس شركة العتيجي، نؤسس شركة. هذه الشركة هي اللي تقوم في انتاج الفيلم، وهذا الفيلم يجب ان تكون اكثر من دولة مساهمة فيه لإعطاء زخم واهتمام خاص، وأن يساهم في ميزانية محترمة لنجيب أفضل السينمائيين في العالم لصناعته. اتفقنا على شيء، سافرت ورجعت ويا مصطفى مرة ثانية. خلاص الحين مصطفى حمسته واقتنع بكلامي أن فيلم درامي، أن فيلم درامي نسوي شركة والكويت ونسوي شركة وأكثر من دولة. تعال عرفك على الجماعة. مصطفى الآن كان كل همه وتفكيره بأنه يعني هيعمل في الإنتاج، ما كان في باله أن يكون مخرج، لأنه لم يخرج في حياته على الإطلاق، ما أخرج قبل مطلقا غير هالفيلم، ما أخرج. لا هذا قبل الرسالة ما كان مخرج يعني هو؟ لا تخرج من السينما، تخرج من UCLA سينما، بس ما عمل، لم يعمل شيء نهائيا. طيب تمام، جينا سوا هني. فأنت جايبه بصفة أنه يعني شريكك، أنه مع أصحاب فكرة، أصحاب الفكرة، أصحاب فكرة. وهو رجل يمكن مطلع على السينما وعلى هوليوود أكثر مني بحكم أنه عايش هناك. جينا إلى أبو أنور مرة أخرى، أعطاني أبو أنور رسالة للبحرين لتأسيس الشركة. ليش البحرين؟ ليش مو بالكويت أسست؟ ما يمكن، لأن الكويت في نظام خاص، أن الكويت ما تستطيع أن تساهم أكثر من 25-20% من رأس مال الشركة إذا كان فيها شركاء. هو يبي شركاء أكثر، فيجب أن تكون خارج الكويت. هكذا فهمني. خدت رسالة وذهبت إلى البحرين. لا إحنا خلنا أول شيء بالكويت، أنت ومصطفى العقاد وأبو أنور، بس مجرد أن أعطاكم رسائل خلاص. أعطاني أنا رسالة. الحين مصطفى خلاص جلسنا ثاني يوم وثالث يوم سافر. أنا الحين ناطر أكمل القصة، أكمل تأسيس هذه الشركة. فهو معناته جيت مصطفى العقاد بس مجرد حتى يسمعون الجانب الفني. مبهور الرجل، مو مصدق. فقلت له تعال عشان تصدق بنفسك، وكان فرح جدا الرجل الله يرحمه. طيب فيا وسمع هذا، جاء وسمع الحديث والجماعة جادين وعطاه يعني فكرة ورأي عن كيف يجب أن يكون عليه نوعية هذه الأفلام، وهو فاهم في هذه الأمور. طيب وبعدين سافر، وسافر خدت أنا الرسالة ورحت البحرين، قعدت وأسسوا الشركة خلال يومين. قعدت أول شيء مع منه، الرسالة حق منه كانت موجودة؟ الله يرحمه، شو اسمه، كان وزير مالية، شو اسمه، عيسى، لا عيسى الراشد، هذا حطينا عضو من وزير المالية. أسماء قلت لك، أنا مشكلتي بالأسماء لازم أرجع إلى الملفات. فالبحرين كانوا متبنين أيضا الموضوع، ما عندهم أي اعتراض، غير مساهمين، مجرد أنهم بس الشركة تكون عندهم، أسسوا الشركة لأن عندهم نظام الشركات الأجنبية وتسجيلها في الداخل. أسسوا منو فيها الحين الشركة هذه؟ الحين فيها الدول اللي أنا حروح لها وما رحت لها بعد، كويت، ليبيا، المغرب فقط. بس ثلاث دول. خدت الرسائل الأخرى، رسالة لجلود رئيس وزراء ليبيا، ورحت قابلته وحولني مع الرسالة إلى وزير المالية مالهم، نسيت اسمه كذلك. وزير المالية اتصل في وزير الثقافة والإعلام في ليبيا، رجل فاضل للحقيقة، وأصبح هو هذا الوزير عضو في مجلس الإدارة معي، أنا رئيس المجلس. فالحين ضمننا ليبيا،
والنسبة اللي حطوها 25%. ليبيا على أساس إنه هم يعني يدخلون تمويل. نعم. تمويل لإنتاج هذا الفيلم. وما كان عندهم مشكلة على طول الأمور بسهالة صارت بليبيا. جدا وبحماس واقتنعوا من رسالة بو أنور. رحت من ليبيا إلى المغرب. وحول رئيس الوزراء حول الرسالة وزير المالية حول الرسالة إلى صندوق الإنماء أو التنمية يعني التسمية كذا اللي فيها نسيت أهم مديرها العام أو رئيس هذه الهيئة أصبح عضو مجلس إدارة. إذا الحين ضمننا دولتين وضمننا أعضاء اثنين من عندهم في مجلس الإدارة، واحد من ليبيا واحد من المغرب، وجيت الكويت واخترت الأستاذ عبد العزيز مفرج شاهد الخليج يكون معاي عضو مجلس إدارة كذلك، وعندنا من البحرين هذا هو مجلس الإدارة. من البحرين منو؟ بالبحرين اللي هو الشيخ عيسى بن راشد. عملنا أول مجلس إدارة في البحرين اجتماع، ثم في الكويت، ثم في دول أخرى، وين بعدين بالأخير في مكان التصوير. اللقاء دائما مجلس الإدارة في مكان التصوير. هني بس خل أفتح أنا قوس سريع، إيش معنى ليبيا والمغرب بس؟ يعني أكو دول عربية وايد. هذا اللي اختاره. واللي عندهم فلوس أيضاً وايد. هذا السؤال يوجه للعم أبو أنور. لا أكيد صار نقاش بينك وبينه. صار نقاش. كيف؟ اختار هو الدولتين. لا ليش أنا سؤالي. ما سألت ليش؟ أكيد سألت. هو أدرى. ما قلت له أنا ليش. تبي رأيي أنا الشخصي؟ أعتقد بأنه له علاقة طيبة وعلاقة ما بينه وبين جلود ووزير المالية وكذلك في المغرب حسب العلاقة الخاصة الشخصية. وهم على فكرة أنا في مقابلة في يوم من الأيام قابلت القذافي أكثر من مرة، قابلت ليش قال لي على فكرة دخلت عليه في الخيمة كان يسمع عوض الدوخي يغني أم كلثوم، يحب صوت عوض الدوخي يغني أم كلثوم القذافي، وإحنا قاعدين نسولف على الكويت قال شوف أنا وصيت وزير مالية ليبيا يشوف عبد الرحمن العتيجي وين يستثمر يستثمر معه، انه وصى الوزير المالية الليبي ان يستثمر في كل مكان العتيجي استثمر فيه.